طبعا في خالي من السياسة اليوم جبنا لكم مقولات شائعة يعني أثبتها العالم، يعني مقولات اللي من احنا من صغرنا ليومنا هذا واللي هي يمكن قاعدنا في عقولنا، من المقولات اللي نعرفها احنا واللي هي مقولة التفاحة. يعني يقول لك ان الانسان انت ياكل كل في اليوم ياكل تفاحة، يعني دراسات هي اللي دراها في بريطانيا ان هو يبدا يعني الطبيب ماشي يمشي له خلاص يفوت، يعني ماش انه هو يمشي ماش يستحق انه هو يمشي طبيب، يعني تبدا حالته سليمه واموره طيبه. فالبريطانيين نفسهم مؤخرا يعني بدوا ياكلوا في التفاح وجوه منيح، فزادت نسبه المرض عندهم يعني شهريا او شو يعني زي ما نقولوا مثلا احنا النسبه كانت 10% قاعده هي نفس 10%، يعني ما فيش شيء زاد عليهم. فتفاحه يعني اللي بتاكلها انت كل يوم اساسا انت بتقعد تحافظ على جسمك السليم والنشط وكل شيء، فهذه خزعبلات. كل تفاحه فيها فوائد. في حتى معقوله يعني مشهوره امريكيه يقولوا فيها يعني ان ابل توداي كيب ذا دكتور اواي، يعني تفاحه في اليوم تخلي الدكتور طلع زردة يعني. فهذه المقولة بتاع التفاحة اللي مشينا عليها احنا من صغرنا. نمشي للمقولة الثانية معك. مش ديما يقولوا كلس في النار يباهي العيون، يعني احنا نحسبوها دي دوت ناس وخلاص، يعني دوت يعني الناس مش نسمعوا بها زي متوارتين كلس في النار يباهي العيون. فعلا يعني في دراسة نشرتها مجلة الصحة الامريكية قامة قالت ان كلس في النار يقوي في النظر ويحافظ على صحة العيون، يعني باهي طلعت يعني في واحدة من المقولات اللي تقول فأمي صح يعني. لس في النار اشتياته في منه لس في النار قبل والله كده فصلة فيتامينات وجماعة التغذية يزبطوا في المليح، لكن مدام قال في دراسة مجلة صحية قالت في اللوز أولي منضرز المخ شين اسمه هو اللوز منضرز المخ اللوز أولي أزبط على غلاف أخضر كي صغير فصل اللوز من برا بندق بندق كيفك من برا اخضر مبطن هيك زي الورغان. انت هذه دحيه مش انت شو انت بتفهمني لا اللي زي المخ شكلها هذا يزبط انا دي تفتحها فصلها هي فصلها البندق من داخل يا تمام مش ما اللي فاهم البندق يا خير شو انت قوي في الدماغ في منى هو من درجه الدماغ وتقوي في الدماغ يقول لك انك انت تاكل العسل الطبيعي وتقعد يعني تخلط فيها وتاكلها يعني يقول لك يقوي الدماغ والله مش عارف في السماسه يعني يقولوا احنا تسكر الراس راه مسكرش الراس السماسه ايه دير زايده ايه يعني وخاطر الزايد يعني الزايد حتجيك بعد عمر يعني احنا نقولوا بعد 10 سنين ان هي لكم علم ان السماسه يا لبي ان هي تنحي في الاكتئاب السماسه تنحي في الاكتئاب هذا علاش يعني انت ستريس يبدو متوترين يبدو السماسه يعني انت تاكل السماسه حتلقى روحك يعني ما في ما يوقفش طبعا الشكاره تبدا جنبها ماش يوقف يعني الاكتئاب ينحيه لك هذه السماسه هذه يعني خذوها من هنا وجربوا دي يعني اي حد مكتب يسمع فينا ويشاهد فينا كله السماسه باذن الله اموركم تبدو طيبه. في مقوله ثالثه قالوها ناس زمان قبل يعني ناس زمان يقول لك ما تاكلش في الليل، يعني كيف نقول لك الناس يعني ما تاكلش فوق متاخر من الليل. طبعا قبل كانت مقوله ثابته هي يعني قبل كنا نعرفها مقولات، فالجيل هو يعني الجيل الغريب اللي جاء يعني حتى الساعه 4 في الليل انه هو يعني ينوض ياكل، الساعه 3 في الليل انه هو ينوض ياكل. مش جيل يعني انا اول الناس هذا اول الناس يعني كنا في الليل ننوض الساعه 2 الساعه 3 بتحوش فيه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عزايزنا قبل يعني العزايز اللي قاعدين تو اللي هم كانوا من قبل كانوا ماشي بالمقوله هي يعني في الليل مستحيل ان هم ياكلوا. فجو جيلنا احنا اللي هو جيل المامي والاشياء الجميله هذه فسدوا طبع العزايز نتاع قبل اللي هم كانوا يلدوا من الساعه 9 احنا نقولوا والماكله نتاعهم كانت يعني مقياس فطور غدا عشاء، يعني العشاء احنا نقولوا من الساعه 8 8 ونص خلاص بعد ما ياكلوا يرقدوا مستريحين. ففسدوا لهم طبعهم فبدوا حتى هم شنو يصير لهم بدوا معاهم يعني بنفس الطبقه بالضبط الساعه وهذا كله يرد سلبا على الجسم يعني هذا كله طبعا يرد سلبي على الجسم اللي هو احنا نقول الكوليسترول انه يزيد في الجسم لانك انت تاكل في الليل وتخش ترقد يعني مفيش يعني خلاص فوتوا الماكله ما عادش تاكله حتى في موضوع ان ضبط السكر في الدم حتكون في مشكله مش حيكون دقيق يعني الانسولين والمواضيع عادي مش حتكون معدله في الجسم انك انت تاكل في الليل حاجه حلوه يعني. فلو عليكم ماكلة مخر وكلوا بكري وارقدوا بكري الخير بكري والشر بكري بكري شنو حاجة فاكر الخير بكري وخي والشر بكري وخي الخير بكري والشر بكري يعني نفس الشيء الخير بكري والشر بكري حتى الشر بكري يعني كان بتخدم مصرف الصبح ماذا بيك يعني المصرف مخدم مصرف نخدم فيه ولا نخدم به تخدم لا تخدم بعد وقت تخدم أنا أقول لك حاجة أنا حاجة اللي نعرفها ميزة الوحيدة نعرفها الموظفين المصرف إن أول واحدين يخدم في مرتباتهم هذه حاجه متاكد منها وعندهم هم يعني هم يعتبروا دبل ايجنت
جيمس بوند نسميه فيهم. علاش؟ لأنه من غير ما يأخذ مرتبة يأخذ حتى في زردة الناس اللي يأخذ في مرتباتهم يعني بالتليفونات يبدأ هو يقدر يقول لهم الغضوة رب جي سيولة بعد غضوة ما في سيولة يعني خدمة مليحة خدمة يعني دريم جاب يعني كانت واحد بيقولي دكتور مهندس توا ولي موظف في المصرف أمور فدم ستفة يعني جماعة المصارف مخاطب من هذا كله هم اللي يسحبوا يعني القروض ايه القروض مصر تقدر تاخذ قرض تقدر تاخذ قرض تقدر جوك مليح تمشي انت ما يعطوكش قرض قصدي تخدم في مكان تاع فلوس يعني انت شن خلاص وصلت انت يعني امورك طيبه معنى اي حد يسمع فينا يوكي يعني ويشتغل في مصرف او مدير مصرف شو نقولوا له مالك على 200 280 280 تقدر تبعث لنا برقمك احنا نتواصل معك نتواصل معك خريجين عندي شيك في السياره كان تقدر تدير لي راي لي مش موضوع حتى شيك حتى نخدمه يعني هو بنمشي احنا من الساعه 8 نروح من الساعه 3 يعني مو انت تعرف تعطي الناس فلوس تعدوا الدير لا في ماكينه بنت تتحمل فكره ان الناس توقف تقول ما فيش سيوله يخش يسالوا لا لا بخش يعني بنعدي فلوس بس بتعدي فلوس بس يعني هنا نظام المحاسب نقمص يعني في فلوس بنطلع من بين في الشاشه بنحط لهم تشيك اما ديك اعمال ثانيه اعمال ثانيه ان شاء الله نخدمه في مصر باش نتوجه لحد مثلا يخدم في مصر فتو يسمع فينا وحاب ان احنا نشتغل ولا اسماعيل يعني شنو نخدم معاه نخدم معاه شنو توجه كلمه لواحد تاع مصر والله تشد يعني عرفتني اكيد اكيد نمشوا 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 للمقوله اللي بعدها احنا ديما الامهات ينصحوا فينا ان احنا ناخذوا قيلوله في نص الاسبوع يعني مثلا انت هو اسبوع دراسي وعندك انت الخميس والجمعه وني عطله الام قالك ديما كانت تنصح في صغارها ان انا ما مش عارف امي ما عمرها نصحتني ما نعرفش الفكره المقوله ديما ما خطمتش عليا لكن نوعا ما جزء كبير منها صح لان لاحظ انت الاسبوع كله وانت تقرا وترقد وتسهر كل شيء انت تجي نهايه الاسبوع تبي تستمتع بنهايه الاسبوع الويكند تبي تستمتع بالخميس ولا الجمعه تلقى روحك مش قادر تصر يعني ماشي بايت حتى عند حوش ولد خالتك حاجه هيك جاب تلعب بلاي ستيشن تجي الساعه 12 تلقى روحك راقد وقالك المشكله هذه ما تعوضش يعني حتى النوم في نهايه الاسبوع ما يعوضش السهر والنظام بكري اللي صار في الاسبوع كله فكله يعود بالسلب على جسمك ودهنك ومواضيع زاري فالمقوله نتاع الامهات ان ماذا بيكم ترقدوا حتى في وسط الاسبوع يعني بعد ما تروح من المدرسه تقيل باش تعدل نومك وتعدل طاقتك لان نهايه الاسبوع مش كافيه ان هي ترد للجسم الباور نتاعها جديات يعني قيلوله لازم نعرف رسمي وجيه نهايه الاسبوع ترقد طول يعني حتى مثلا نقول احنا السبت لا عندك مثلا لحد يعني حتى 10 دقائق 10 دقائق هذيك بتاع تطيره النوم بالدار يعني تلقى روحك يعني راقد كنت انا مالاش متاخر انا اجيت انا جوك جميل وشاري ربط النوم طبعا نمشي لاخر خبر المساله نمشي طبعا لخبرنا ديما اخر خبر لا 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 نمشي للخبر اول اللي جبناه لكم اللي هو اللي فيه نصايح نسمعوا فيها منين احنا صغار على التلفزيون التلفزيون يعني التلفزيون احنا منين احنا صغار حول بعد من على التلفزيون روح خيرك بات على الفلفل الحار كده صعب شويه لا حسيتك فالتلفزيون هو منين احنا صغير بعد راه يوجع لك عيونك بعد راه مش مفيد لك راه بعد راه الشيء هو يمكن انك انت حيضرك فبعد مرور الوقت قاعدين احنا مسكرين راسنا قاعدين احنا نتفرج على التلفزيون وزاد في هذا كله خشت علينا التكنولوجيا الجديده والحديثه واللي هي الكمبيوترات والتليفونات يعني بعد دراسات اكتشفوهم يعني طبعا الامهات كانوا يديروا فيها على طريقه احنا نقولوا التخاطر يعني جاء يعني التخاطر يقول لك لا التلفزيون راه مش كويس ضروري ما تبعد عليه يوجع لك عيونك فمع الوقت ومع تقدم العلم فاكتشفنا ان التلفزيون والتليفون والكمبيوترات انهم يطلعوا فيه اشعه يعني احنا نقولوا بنفسجيه اشعه الزرقاء اللي هي توجع لك عيونك خاطي منك يسمى يعني الله محفظنا وعافينا يا رب اللي هو السرطان سرطان المخ سرطان يعني من الاشعه الزرقاء هي قاعدين اليوم هذا احنا مسكرين راسنا الكمبيوتر علاش في مثلا في الايفون في النايت فيجن هي ولا اللي هي الرؤيه الليليه شبحتها نحس فادي الخطر موضوع العيون الرؤيه الليليه هذه تاع الهلال زبطها تاع الهلال هذه في الليل ديرها لون الشاشه يتغير ممكن دورينها يحمو ممكن نوع من حمايه للعيون يعني الوحده الزرقاء اللي في الشاشه طبعا الكريستال اللي في الشاشه تجي على الحواف التليفون كلها لما انت مثلا بتدير تبهيت ان هي تضعف القوه نتاع الاضاءه لكن الاشعه قاعده زي ما هي يعني حتى ما يتهجم ما يحلم لان الموضوع فصل بروسيسور فصل معالج فصل يعني اضواء غريبه واشياء غريبه وتكنولوجيا الداخل تخفض ما تخفضش فقاعده ان هي في عيونك فاكتشفنا بعد مرور وقت ان احنا بدنا نلبسه نظارات ان راسنا بده يوجع فينا ان كذا وكذا وكذا هذا كله من تقارب التلفزيون والتليفونات والكمبيوتر والتكنولوجيا ما دبينا احنا نخصص اوقات بس معينه نمشي المقوله المشهوره اللي عندك انت بتفلفل هذا يعني شو بنقول لك اسماعيل ثانك يو والخبر هو المقوله عاديه جدا اللي كنت تتعقد في المواضيع يقولوا في مقوله تقول ان راه الفلفل الحار ينقص في الوزن وفعلا
اثبتت الدراسات ان في ماده اسمها الكابسيسين موجوده طبعا في التمره بتاع الفلفل الحار، تحفز عامل حراري في جسم الانسان، تساعد عليه حرق الدهون. يعني كويس، يعني تاكل فلفل حار وتضعف في الوزن، يعني دهون متراكمه. يعني هو بجديات انا نعرف حاجه الفلفل الحار مليحه في الماكلة، انك انت لو ما عندكش نية تاكل بجديات ماكلة صامتة وانت ما عندكش نية تاكل، لاحظ انت بتتعدي بالفلفل تحس يعني حاسة التذوق متاعك تزيد واللعاب يزيد اكتر وتحس روحك عندك نية تاكل. يعني انا اشبح فيه فات حتى للشهية الفلفل الحار، يعني والعرق والاجواج يسخن. يعني طبعا هذه كانت اخبار خالي من السياسة والمقولات الشائعة اللي نعرفها احنا قبل